ان واحد المره درت واحد الزبله من الزبيل والوالد سمعني وقال لي قول الحق. مرحبا بكم مشاهدي الكرام عبر قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو حول المقرئ المغربي معاد أيت العين. أثار المقرئ معاد أيت العين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تقدمه لخطبة مغنية الراب ابنة عبد العزيز أستاتي المعروفة بإيلي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. غادي سيد الرجال الفقيه اللي غادي يحفظها كتاب الله عز وجل عوض انها تكتب لي تراك وتكلاشة من طرف بعض الاقزام. وعمد معاد على طلب يد إلهام العرباوي مباشرة من والدها الفنان الشعبي عبد العزيز تاتي، وذلك من خلال ستوري جاء فيها: الفقيه شخصيا معاد يطلب منك يا عمي ستاتي يد بنتك للة العيالات للة إلهام، وأضاف المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله. وقد جرى تداول ستوري المقرئ معاد أيت العين على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، كما أحدثت جدلا واسعا بين المتابعين الذين انقسموا بين مصدق للمقرئ ومرجح لإعجابه بمغنية الراب الشابة إيلي، وبين متهم له بالسعي وراء البوز من خلال طلب يد ابنة أستاتي، لا سيما في الوقت الراهن عقب إثارتها البوز بسبب خلافها مع الملولي وإقدام ستاتي على الرد عليه وشكرها لوالدها من خلال رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها انستغرام. للإشارة فإن المقرئ معاد خرج قبل أيام عبر حسابه انستغرام بفيديو ينتقد فيه الجمهور الذي يشاهد الصفحات والقنوات التي تنشر التفاهة على حد تعبيره، ويشاهد بمشاهدات عالية مما يجعلها تتصدر التندونس المغربي. صاحبي كي باصا ايه على حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التندونس المغربي ما شاء الله الأنوار. كما أضاف بأن القنوات التعليمية أو القنوات التي تفقه في الدين لا تجد أي مشاهدات عالية ولا تذكر ولا يكون لها بوز، ربما لهذا السبب معاد ركب على موجة إلهام بنت أستاتي والملولي. شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم للفيديو ولإبداء آرائكم، المرجو ترك التعليقات أسفل الفيديو. دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله يحمل أخبار عن المشاهير والفنانين. تعالى. والفئة الثالثة أو الصنف الثالث همجون رعاع، معنى ديال الهمج هو النوع الذي لا يسمع الى صوت الحق، فيما كان صوت الحق كيسدو ودنيه. سماعون لكل ناعق يميلون مع كل ريح. غا التفاهه اللي خرجات والتفاهه اللي تبارطاجات وبغطات اللي خرج لينا وغا صاحبي كي باصا اللي خرجت كتلقى لي لايك والبارطاج والناس كتهضر بيناتهم وشمعتي الملولي كلاشة حليوة والبنج، سمعتي إلهام كلاشة الملولي، سمعتي الملولي كلاشة الحمونية، والناس تايهة وغافلة في واحد الدوامة ديال الظلمات. وعالم العلماء الربانيين ماشي بحالي شي جاهل بحالي دير درس من الدروس أو كيفقه الناس أو يعلم الناس يخرجهم من الظلمات إلى النور، 400 ولا 500 ديال الناس كيتفرج، ولكن صاحبي كيباصا وعمهم الغول أهملين المشاهدات. حال مؤسف.